الفكره ديال ميس كولد في المغرب كانوا شي اصدقاء نظموها في الجزائر، داروا ميس جولد الجيري، حنا درنا ميس جولد ماروك. بغينا حتى حنا بلادنا تكون فيها ميس جولد، تكون ملكه الجمال من ذهب. الثقافه ديال الجمال داخله فيها الثقافه ديال القرايه، داخل فيها بزاف ديال الثقافات، وتبارك الله كاينين بنات عندهم طموح يوصلوا لذاك الشيء اللي كيبغيو وما كيلقاوش اللي كيوصل اللي غيبغي يوصل لهم لذاك الشيء اللي كيحلموا به. حنا درنا ميس جولد ماروك، نقدروا نشدوا لهم في يديهم ونزيدوهم معنا حتى حنا في هذه المسيره. بالنسبه للجنه التحكيم كاينه ايمان صلاح، كاينه سميره خلاد، كاينه زين العمري، كاين فاطمه التحيحيت، كاين موس ماهر، كاينه ستيليس عائشه. بالنسبه للجوائز ليفينمون كاينين جوائز قيمه، كاين بالنسبه للميس كاين عندها تاج ديال الذهب، كاين عندها وشاح الكادو ديال الفواياج. وبالنسبه للمستر كذلك هو عنده الوشاح ديالو وعنده لاكوب ديال الكريستال. المشاركة بالصدفة، كنت في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك كيف كنعرفوا، دخلت بالصدفة كنلقى اون كومبيتيسيون دو ميس جولد ماروك 2018. عجبني الحال، كنت من صغري كنحلم ندير احلام ديالي انني ندخل في اون كومبيتيسيون ديال الجمال الموضة الاضواء، حيت انا كنعشق الاضواء. السبب المشاركة ديالي انقسمنا لسببين. السبب الاول او السبب المباشر هو انني بغيت نكسر هذاك لو طابو ديال لان المشاركه كتكون ديما حكر على النساء بحكم ان كنخسروا ديما ملكه الجمال. مع ذلك انا ما كنهتموش بالرجال، قلت انا غنكسر هذاك الحاجز، والا كسب لي اللقب هذا في حد ذاته غيكون شرف كبير ليا. السبب الثاني ديال المشاركه ديالي في مسابقه ديال مستر جولد هو انني بغيت نمثل المغرب احسن تمثيل بحكم اني كنشتغل في العمل الجمعوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.